النهاردة في الفيديو ده أنا أحب أتكلم على أنواع المشاكل اللي بتواجهها الناس اللي بتزرع الشتلات الجديدة بالعقل، وإيه أنواع الهرمونات اللي بتستخدم محليا في مصر، وإيه الطرق المحلية والعالمية اللي بيستخدموها المشاتل الكبيرة عشان يعملوا عقل. في البداية أنا أحب أقول لكم إن العقلة دي لما بتتاخد من النبتة الأم على طول بتبتدي عملية التحلل والموت، فاحنا بنحاول نبطئ عملية الموت دي قبل ما نزرعها. أهم حاجة لينا في زراعة العقل نسبة الرطوبة اللي بتبقى موجودة في العقلة. إذا نسبة الرطوبة قلت جامد جدا ممكن العقلة تموت مننا، فاحنا بنحاول نحافظ على نسبة معينة علشان العقلة لما نزرعها تبتدي تجبر. الناس بقى اللي بتاخد العقلة بقى دي المفروض تعمل ايه؟ المفروض تمشي بكيس حوالين النباتات اللي هم عايزين ياخدوا منها عقل، وينقوا أفضل نبتة، تمام؟ علشان العقلة دي هتبقى نسخة طبق الأصل للنبتة الأم. فأنت لو عايز زرعة بتطلع ورد حلو، خد عقلة من زرعة بتطلع ورد حلو. عايز عقلة سليمة، خدها من زرعة سليمة. المهم فيمشوا بكيس حوالين النباتات وياخدوا عقل بالحجم الصح وبالعيار الكاليبر الصح، وبعدين يحطوه في الكيس ده ويربطوا الكيس كويس. وفي ناس بتحط نسبة مية علشان ترفع الرطوبة برضو. دي كلها حاجات سليمة. أهم 3 عوامل بيئية بتسبب لنا مشاكل في العقل هو الإضاءة والحرارة والرطوبة. مفيش حاجة ما بتأثرش على التانية. يعني إذا الحرارة عليت نسبة الرطوبة بتقل، وإذا النور عالي نسبة الحرارة بتزيد، فبتسبب إن الرطوبة بتقل. فكلها مترابطة ببعض، فلازم تاخدوا بالكم من التلاتة دول عشان ما يحصلش مشاكل. طب ازاي بقى ناخد بالنا من الإضاءة؟ في حاجة اسمها بيوت محمية. البيوت المحمية دي بيكون عليها طبقة قماش ضل، الطبقة دي بتتباع ب50 و20% وحاجات كده. كل ما عليت النسبة كل ما المكان اللي انت بتضلله كان ضل أكتر. يعني مثلا انت لو عايز مثلا تزرع مثلا صبار تاخد نسبة 20% مثلا أقل حاجة، عشان بيشيل نسبة قليلة جدا من الشمس. تاني بقى مشكلة بتواجه الناس اللي بتزرع عقل هي الحرارة. احنا مثلا هنزرع عقل هيبسكس في الصيف طرفية، عايزين نقلل نسبة الحرارة نعمل ايه؟ في حاجة اسمها سبرينكلر او رشاش بيرش مية، عامل زي كده رشاش النجيلة. ده بيطلع كل 2 لـ20 دقيقة على حسب الجو. ده فايدته ايه؟ بيرش طبقة مية على الورق كل 2 دقيقة زي ما قلت او 20 دقيقة. طبقة المية دي لما بتتبخر بتعمل عملية تبريد للورقة، فنسبة البخر بتاعت الورقة بيقل تدريجيا، وبرضه بيرفع نسبة الرطوبة اللي في الهواء. تالت وآخر مشكلة بتواجه الناس اللي بتزرع عقل هي الرطوبة. عشان تحافظ على رطوبة العقل لازم تحطها يا إما في صوبة يا إما في نفق. أنا بفضل الصوبة عشان فيها شبابيك تتفتح كل شوية تهوي الصوبة علشان تحافظ على نسبة الحرارة. أما النفق صعب أوي إنك تتعامل معاه، وأهم حاجة ما تبقاش في الشمس المباشرة، عشان إذا النفق ده اتحط في الشمس المباشرة هيشوي العقل. في بقى 3 أنواع عقل: العقلة الطرفية والعقلة المتوسطة والعقلة الخشبية. الكلام ده مهم علشان نسبة المادة الفعالة بتختلف من كل واحدة لواحدة. نسبة المادة الفعالة كل ما زادت كل ما مالت للعقل الخشبية، وكل ما قلت كل ما مالت للعقل الطرفية. فلازم تعرفوا انتوا هتستخدموا ايه. في ناس بقى بتستخدم الوسطي عشان بينفع لكله، دي برضو افضل حاجة. يعني انا شايف هرمونات التجذير، هرمونات التجذير في 3 أنواع، 2 منهم طبيعيين وواحد منهم مصنع الإنسان هو اللي عمله. أول واحد هو الإندول أسيتيك أسيد أو IAA، ده مشهور جدا. وفي بقى واحد تاني إندول 3 بيوتيريك أسيد IBA، دول الاتنين دول طبيعيين. في بقى واحد تاني تالت اسمه ألفا نفثالين أسيتيك أسيد. دول كلهم أنواع هرمونات بتستخدم عشان كمادة فعالة في الهرمونات.
في ناس بتحب تستخدم بقى العسل والقرفة كهرمون تجذير، بس هو الكلام ده غلط علشان مفيش هرمون من التلاتة دول موجود فيه، ولا في العسل ولا في القرفة. ممكن تلاقي نسبة قليلة جدا في القرفة، بس هو عشان ده بيتعالج بالحرارة فالهرمون خلاص ضاع. العسل فيه فعلا مضادات حيوية ومضادات فطرية، دي بتساعد العقلة، بس مقدرش أقول عليه هرمون. هو برضو وهو القرفة نفس الحاجة، بس مقدرش أقول عليه هرمون. هرمون يبقى لازم بيحفز إنتاج الجذور المفيدة للعقلة. العسل ولا القرفة بيعملوا كده. في ناس بقى بتستخدم الجل الألوفيرا، عشان هو بقى ده بقى فيه اندول 3 اسيتيك اسيد واندول 3 بيوتيريك اسيد، دول الطبيعيين، الهرمونين الاوكسينال الطبيعيين الموجودين في الزرع. جل الألوفيرا بقى ده فيه الكلام ده، فممكن تستخدمه كهرمون تجذير. الحكاية دي بقى اسمها كالس. لما العقلة تبتدي تعمل الشكل ده، من المنظر ده، من تحت بعد أسبوع أو أسبوع وشوية، أعرف إن العقلة دي خلاص اشتغلت. الكالس ده العقلة بتبتدي تلحم مكان الجرح وتبتدي تطلع جذور. بعد ما حضرنا العقلة للزراعة، في 3 أنواع تربة بتتزرع فيها العقل عشان نسبة النجاح تكون عالية. أول واحدة البيرلايت. البيرلايت دي مادة بركانية معمولة من الأوبسيديوم، الإزاز البركاني، وبيسخنوه على درجة حرارة عالية فبيتمدد. وفي المادة التالتة التانية هي الكوكوبيت. الكوكوبيت دي عاملة زي البيت موس بس معمول من الجوز هند، قشرة الجوز هند. والمادة التالتة هي البيت موس. كل الحاجات دي موجودة بقى على سوق.com، وممكن تشتروها، وهسيب لينكات تحت إذا حد يحب يعني يشتريها، يضغط على اللينك وهتبعته على سوق.com.